نحن نكون أفضل ناصح لأي شخص. بمعنى لو جتي أختك، صديقتك، أي شخص وطلبت نصيحتك، فأنت راح تعطيها نصيحة رائعة. لكن لما احنا نريد نصيحة لنفسنا ممكن لا نجد هذه النصيحة. ليش؟ لأنه في داخل كل واحد بينا معلم ناصح، معلم حكيم في داخلنا، فلهذا نقدر أنه احنا نعطي هذه النصيحة لأي شخص أريده. فببساطة مثل ما أنت تعطيني النصيحة لشخص قريب من عندك، تخيلي نسخة منك أمامك تعطيك هذه النصيحة. يعني على سبيل المثال لو كنت أنا أريد نصيحة من حد، أنا شنو أسوي؟ أتخيل نسخة مني نور قدامي وأحكي وياها وأخذ النصيحة. ليش؟ لأن أنا أعرف أنه أنا أفضل ناصح لنفسي. لكن هذا لا يعني أنه إحنا ممكن نعرف شخص حكيم في العائلة أو شخص عدى فعلا أنه يعني يساعدنا، ممكن نأخذ رأيه، لكن لا تستهينون بأنفسكم.